تحية تربوية عطرة. في إطار تنزيل المخطط الإقليمي لتعميم وتطوير التعليم الأولي، تنظم المديرية الإقليمية لوزارة الصرف الوطني والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي للعلائش، وبشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، هذا الملتقى تحت شعار مستقبلنا لا ينتظر، تفعيلا للتوجيهات الملكية التي تضمنتها الرسالة الملكية الموجهة بمناسبة انعقاد اليوم الوطني للتعليم الأولي بتاريخ 18 يوليو 2018 بقصد مؤتمر الاستخيرات. إذ أكد صاحب الجلالة على ضرورة إلى عناية خاصة بالطفولة المبكرة بصفة عامة والتعليم المبكر لهذه الفئة العمرية على وجه الخصوص، وذلك باعتباره كما يقول صاحب الجلالة القاعدة الصلبة التي ينبغي أن ينطلق منها أي إصلاح بالنظر لما يخوله للأطفال من اكتساب مهارات نفسية ومعرفية تمكنهم من الولوج السلس للدراسة والنجاح في مسارهم التعليمي، وبالتالي التقليص من التكرار والهدر المدرسي. انتهى كلام صاحب الجلالة الملك محمد السادس. ويعد مشروع التعليم الأولي من المشاريع التي التزمت بها وزارة الصرف الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أمام أنظار صاحب الجلالة نصره الله. وارتباطا بهذا عملت هذه المديرية على بلورة مخطط إقليمي لتنزيل المشروع عبر رؤى مندمجة وشراكات فعالة على رأسها الشراكة مع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمؤسسات والجمعيات المنخرطة في مجال التعليم الأولي. لن تفوتنا الفرصة، فباسم السيد المدير الإقليمي لتربية السكون بالعلاقش نتقدم بالشكر والامتنان للفاضل المحترم السيد عامل الإقليمي لما يوليه سيادته لهذا القطاع التربية الوطني في هذا الإقليم من عناية واهتمام خاصين وتدخل وتوجيه سديدين ارتقاء بالقطاع وبأهل القطاع.